سؤال، هل كل من أخطأوا قبل الفداء في العهد القديم بخطأ عمد هل غفرت لهم بالذبائح التي قدمت عنهم؟ غفرت لهم بالتوبة على اعتبار ان المسيح لما يموت هيموت عنهم، ودي اللي قيل عنهم انهم رخدوا على رجاء، يعني على رجاء ان يأتي الفادي الذي يغفر لهم. اي هل ماتوا وخطاياهم العمد مغفورة؟ احنا عارفين ان مغفرة الخطايا كانت على الصليب بدمه غفران الخطايا، لكن ايمان الانسان بان خطاياه تغفر ايمان يحسب له بر.